بعشقها، اعصابي بترتاح لما بقعد في وسط الحاجه دي، لما بقعد اصلح حته حاجه او اوضب حته حاجه وارجعها لاصلها اعصابي بترتاح. عدى عليها حاجات كتير قوي، كان عندي مكنه الغنى الانجليزي الاصلي كولومبيا الاصلي بايعها، وكان عندي الالماني الاصلي. الاسواق اللي زي ديت على مستوى العالم متواجده، بس انت بتتكلم على مستوى العالم الحديث. احنا هنا بالنسبه لمصر احنا العالم القديم، احنا من 4000 سنه حضاره، فانت هتلاقي هنا جميع الحضارات موجوده بالنسبه للانتيك. فحتى العالم كله لما بيعوز يجمع بيجمع من مصر، الثقافات كلها لما بتعوز تجمع الثقافه بتاعتها بتنزل على مصر، عشان انت هنا اقدم حضاره. احنا الانتيك بنسميه الزمن الجميل، وكل يقول لك انا نفسي ارجع للزمن القديم، مش مجرد ذكريات، مجرد الماضي بتاعك هو الحاضر بتاعك اللي هو كيانك واللي هو مستقبلك واللي هو بتوراثه للاجيال الجايه. والله جيته قبل سنتين، كنت اروح اول سوق السيدة عائشة وبعدين عرفوني على السوق هذا. والله السوق جميل جدا جدا، من اجمل الاسواق اللي انا شفتها بالعالم. رحت لاوكرانيا، رحت ايطاليا، ادخل الاسواق اللي زي هذه بالضبط. يعجبني صراحه كل اشياء قديمه مثل الرواد والتلفزيونات، المجلات، الجرايد، الصور القديمه، اللوحات، كلها تلقاها هنا. يعني معظم الناس تشتري من هذا السوق اللي هو سوق ديانة. كل زيارة لازم اشتري لي قطعتين ثلاث، طبعا بلاش صراحة، السعر جدا بالنسبة للمقارنة للأسواق الثانية اللي بالعالم، لا هذا بلاش جدا. حاجات النادرة المعروضة قليل، اللي بيختنوا شالوا الحاجات الفخمة، حاجات اللي هي الأصلية. بيجيني ناس من سويسرا وناس من السويد وناس من ألمانيا، بيفهم في الحاجة. الأجنبي مثقف قاري عن الحاجة، بيفضل الحاجة الأصلية، بيفضل الحاجة الأصلية اللي هي تعتبر يعني أول قطف زي ما بيقولوا كده. الحاجات اللي لها لازمة اللي هي من الثلاثينات من العشرينات. أنا بايع راجل الأسبوع اللي فات بألف جنيه، بس هو بيبيعوه بخمس تلاف جنيه. أول مرة أجي السوق هذا، وصراحة يعني ممتاز جدا، وكله حاجات تراثية وقديمة، وخذيت مسجل قديم وكاسيت وشغال يشتغل، يعني ما خذيته إلا أنا مجربه. مشاهير مصر ودايم يصورون هنا، فأعجبا وحبيت أزوره. واجد كثير في عملات كثير قديمة، وفي حاجات ومجلات قديمة، بس يبيل وقت أطول. كل شيء حلو، وأهم شيء أمان الحمد لله، ونروح ونجي مرتاحين ومطمئنين، وما عندك أي مشكلة مع أي حد، وكل الناس ترحبك، وهذا أهم شيء، هذا اللي أنا حاسس به.